ولما بيدمجوا ما بين حقوق الانسان وحقوق الارهابيين يا استاذ عبد الحليم. لا ده جانب اخر متعلق بالاخوان واتي اليه. الجانب الاخر اللي هو متعلق بالاخوان طبعا فيه اختلاط، لان هو كل واحد بيتكلم عن، يعني مثلا لما اجي اتكلم عن حد عمل عمليه ارهابيه بيعرفوها في الاعلام الغربي بيقول لك بيصفوا الارهابيين، يصفون الارهابيين بالمسلحين او بالمتمردين او باشياء من هذا القبيل، اي اوصاف ايجابيه بعيدا عن وصف الارهابي، وما يحسش ان هو ارهابي الا لو العمليه عندهم يعتبرونه ارهابيا. ايضا النقطه التي يجب التركيز عليها، رئيس سيسي دايما يركز عليها الحقيقه، هو ان احنا عندنا تجربه خاصه في التاريخ المصري. يعني قبل 52 كان الكلام عن الحقوق السياسيه وكذا والمدنيه، ورغم انه 33 سنه بين 1919 1952 حزب الوفد حزب الحركه الشعبيه لم يلي الحكومه الا اقل من 7 سنوات من 33 سنه، والتزييف الدائم للانتخابات كان قائم، لكن بصفه عامه يريدون ان يقنعوننا بان دي كانت مرحله ليبراليه. في المرحله الناصريه جرى التركيز اكثر على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والى اخره. أنا الأوان من فترة إن إحنا نقول إخوانا فيما تختلفون، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والشخصية على قدم المساواة جميعا، هذا هو المعنى المكتمل للحقوق. في ضوء هذه الفكرة لا يجب لأحد أن يبرر غياب أي جانب من هذه الحقوق بحجة توفير حقوق أخرى. أدرك أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تخص عشرات الملايين قاعدة أوسع، وأن الحقوق السياسية أو المدنية تخص دائرة أضيق، لكن هذه الدائرة الأضيق بتلعب دورا في التوجيه المجتمع وتحفيز حركته، فهنا هي كمان تهم الدائرة الأوسع. طيب. أخيرا أنا بدعو أن احنا نضرب صفحة، لا نهتم بتقارير البرلمان الأوروبي لأنها تصدر تقارير من دي كتير بسبب انه كلام عن بايدن والكلام عن تحولات وارتباط حركه اوروبا بحركه امريكا. الذي اريد ان اقول وقد قلت من قبل واكرره، نحن في اشد الاحتياج لمؤتمر حوار وطني داخلي يضم التيارات الاساسيه، لا اقول احزاب لان هناك احزابا كثيره لا تعبر عن شيء على الاطلاق. إن الشيء الاخر ان احنا محتاجين نقيم صله عروه وثقه بين كسب الاستقلال الوطني وبين التقدم للتصنيع الشامل وبين رد الاعتبار للعدالة الاجتماعية وبين كنس الفساد وبين إطلاق الحريات العامة. احنا محتاجين حوار داخلي نميز فيه بوضوح بين الإرهاب والسياسة. طيب انا عايز فنفرج كروب المهتمين بالسياسة فيما نشدد الهجمة على الإرهاب. طيب.